ذكر السيوطي رحمه الله في التحذير من القصاص أن الذهبي في الميزان قال عن يحيى ابن معين أنه قال ذهبت لرجل أعلم أنه يقص ويكذب فذهبت إليه وإذا عنده الحذاؤون يعني أصحاب الأحذية فجعل يحدثهم بأحاديث باطلة فأردت أن أنكر عليه لكنني رأيت حبهم له فخشيت من حذائهم فذهبت مولياً.